ويسرني أن يكتب غرب ملامير بيت واحد فقط. هذا البيت قصدنا أرض أحمد بامبا طوبة. قصدنا أرض أحمد بامبا طوبة نريد رضا المهيمن بالزيارة. قصدنا أرض أحمد بامبا طوبة قصدنا أرض أحمد بامبا طوبة نريد رضا المهيمن بالزيارة. قصدنا أرض أحمد بامبا طوبة نريد رضا المهيمن بالزيارة. ندم تودو كنا سيسا نبيت زنام في كل لحظة. قصدنا أن ينسي أرض أحمد بامبا أحمد بامبا كدو كل أن ينسى لا توبا دو متوي كو توبا دو كل متوي توبا. نريد أن بمن دينا رضا المهيمن المهيمن مساك الدنيا بالزيارة نانكا زيارة نيا أنت فوينا على كدنيا بو على كنا من بويا على كفوكا يا كزيا داما نسين جيتو لا نوري فنا فو على إسم أحمد بامبا أك على دلي على كدنيا داما نام قصدنا أرض أحمد بامبا كتوبا قصدنا أرض أحمد بامبا كتوبا قصدنا أرض أحمد بامبا كتوبا نريد رضا المهيمن بالزيارة نريد رضا المهيمن بالزيارة نريد رضا المهيمن بالزيارة نين دوين تاي من أول بدأ دوير لا نيوكين فرقة وين بسم الله قمنا بالزيارة ويربي بسم الله قمنا بالزيارة نريد رضا المهيمن بالزيارة بسم الله نألا تغي قمنا بالزيارة أني أنجل زيارة كلي ويربي نريد رضا المهيمن أمي المهيمن مساكا جنيدة جنة بالزيارة لزيارة قصدنا أرض أحمد بن بطوبة نعم رضا المهيمن بالزيارة بالزيارة جميل جميل جدا فلي باو ولي ولا شاب يا كوبا يا هم ابو
مسالك الجنان عندي ديوانه. أنا أتيت ببعضي ببعض المكتوبات فيها أبياته، أنا أشرحها لتلاميذي في بلادنا، ولذلك أنا في سعادة اليوم عند دخولي في المدينة. ألهمني الله بيتا، اكتبوا هذا البيت إن شئتم، قصدنا أرض أحمد بامبا طوبى، نريد رضا المهيمن بالزيارة حتى أقتل كلامنا سيحفظون كل هذا. قصدنا أرض أحمد بامبا طوبى، قصدنا أرض، هنا ملاحظة كبيرة، أحمد بامبا طوبى فيه سر، قصدنا أرض أحمد بامبا طوبى، إذن طوبى بدل من أرض. قصدنا أرض أحمد بامبا طوبى، نريد رضا المهيمن. نحن ما جينا هنا إلا لطلب رضا الله، نحن ما جينا لأجل أحمد بامبا، نحن جينا لطلب الله بواسطة أحمد بامبا. هذا هو، وهو يعرف هذا، أنا منذ قصدته هنا هو يعرف. جزاه الله عن الخدمة الكبيرة التي قام بها، لخدمة أحمد بامبا. هكذا وكذلك نجزي المحسنين، انظروا كيف جازاه الله، البلاد كل الأحمد، الطريق أحمد. لماذا؟ لأنه جاهد وضحى بنفسه في سبيل الله. أعطي لك بركة. وماذا جينا لأنفسنا تفسروا بالبمبارية تكملوا بها في الشيطان. أنكم أن كل مني قلت أحمد بامبي أبدا، أما نعلكم أن نجي أحمد بامبا زيارة وسانك على سرك على كدنيا سرك على كل يعني نادي منا بس كأي شيء بدك على كل على يا رب بدري أحمد بامبا يعني ضحى بكل بظاهره وباطنه في سبيل الله. استعماره نيف إسلام يجوي ترى من لارا كان أنا عندي كتاب في حياته وتبعد تبكان وبعد تبكان دينا السيرك يطلع دلع. جومنا جومنا سورة سليم باسان في الأرض. الله. يدفنونه داخل الحفرة ويغلقون الحفرة بحديدة كبيرة ثقيلة، فإذا جاءوا في الصباح وجدوه جالسا مع صبحته يذكره. أنا على علم بالشيخ أحمد بامبا. الله أكبر. الله نحن زرناه ونصدق هذا الكلام، سنعود إلى أهلنا سالمين غانمين. والله نحن فرحون بالشيخ. الشيخ أحمد بامبا خلال اتصاله الروحي بالنبي محمد عليه وآله الصلاة والسلام، الاتصال الروحي يخاطبه النبي ويقول كن عبدا لله وكن خديما لي يا أحمد بامبا، كن عبدا لله وكن خديما لي. هو من ذلك اليوم لا يسمي نفسه أحمد بامبا بل يقول خديم. أحمد دروس اعملوا كما عمل هؤلاء، أي بركة مخلصين لكم أحمد بامبا ويبارك. نحن ما جينا إلا نأخذ الدروس. من إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أحمد بامبا عمل، انظروا كيف جازاه الله ولا بعد موته. لعله في حياته لا يحتاج إلى هذه المخاطر. انظروا كيف جازاه الله بمدينة بل بقدرة بسنغال كلها بل في جهة الحل كلها. أحمد بامبا أحمد بامبا فعملوا لكي يجازيكم أو كما جازاه. أي بركة قم على يا سرطوني أو فنك بركة أو قال فلم موت نمس على نوت كفنياك عليك أن يمسوتي لازم نوت لازم على يعني كان الله لي وكنت لله، يعني قضيت حياتي في خدمة الله فقام بكل ما أحتاج إليه وكنت له أنا أيضا كنت لله، كان لي وكنت له، كان لي الله وكنت لله. هل جزاء إلا الإحسان؟ أحسنت فأحسن الله، هذا هو المراد بالبيت. أحسنت فأحسن إلي. ألا ترى ولله به سكنت، يعني صرت ساكنا مطمئن القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟
بسبب الله، بسبب ذكر الله، بسبب عبادة الله، بسبب التضحية في الحياة كلها في سبيل الله. هذه القاعة مثل هذا القرآن كل ذكر على القرآن لا إله إلا الله سمع الفرن نورنا الهزيب دائم سكر نورنا لا إله إلا الله سمع الدويا لنا نور برا سمع القنا كاكيلا كاسي سمع القنا نور سيرا سيرا أنت تسأل عن التصوف. التصوف يركز على الجانب الباطني في الآدمي. التصوف لا يركز على الظاهر، إنما يركز على الجانب الباطني. ما هو باطن الإنسان؟ مو كنا يمين سوف يبزي مو يروي من دولهم أبي بازودك. بعض الإنسان أولا هو روحه، ولذلك نقول التربية الروحية. لكن في هذا نقد وفيه نظر، لأن التصوف لا يعتمد على الروح، التصوف يعتمد على القلب والنفس. وظيفة الروح الأساسية إعطاء الحياة للجسم فقط، هذه هي وظيفة. أما أن تعمل خيرا أو تعمل شرا فالروح ليس مسؤولا عن هذا. ليس من وظيفة الروح أن تعمل خيرا أو تعمل شرا، لا، وظيفته إعطاء الحياة تتحرك. هذه وظيفة الأساسية للروح، إعطاء الحياة. أما التصوف مسؤول عن التزكية، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. من المسؤول عن التزكية؟ القلب والنفس لا الروح. الروح غير مسؤول عن التزكية، المسؤول عن التزكية القلب والنفس. ما هو الفرق بين النفس والقلب؟
هنا شيء. إذن إذن القلب هو الأساس، سير القلب إلى الله، هذا هو التصور. كيف تسير القلب إلى الله؟ كيف القلب لا يسير أبدا إلا بعد التزكية، أبدا القلب لا يسير إلى الله إلا بعد التزكية. التزكية هو تطهير القلب من الذنوب ومن المعاصي ومن كل الأسباب التي تسبب طردك. الأسباب التي يجعل الله يطردك، أنت لا أقبل أن تأتي، اذهب اطرد. كما كان الشيطان مطرودا رجيما مطرودا، كل ما يسبب طردك أن تتجنب كل هذا، هذا التزكية، أن تزكي نفسك وتطر، يعني تطهر قلبك. إن شئت قل تزكية النفس، وإن شئت قل تزكية القلب، ولكن تزكية الروح لا لا لا. هنا ملاحظة. إذن نزكي النفس، كيف نزكي النفس؟ لماذا نزكي النفس؟ لماذا نزكي النفس؟ ما هو مثال النفس؟ مثال النفس كالمرآة، ملوار. هرم دين كربكم من ملوار دي. ملوار، أنت إذا وجهت الضوء إلى المرآة سترى الضوء داخلا يأتي إليك، وترى الضوء داخل المرآة. وإذا نظرت إلى نفسك في المرآة أنت ترى نفسك. متى ترى نفسك في المرآة؟ متى لا ترى نفسك في المرآة؟ أنت إذا دنست وجه المرآة بالمعاصي، كل معاصي دنس، الجنوب والجنوب النوري والملوار دون نيبوني سونوني بلتا كاي ربيتاتون. أنت دنست وجه المرآة، هل ترى نفسك؟ إذا وجهت المصباح اليدوي إلى المرآة هل يظهر الضوء؟ إذن النور الضوء سر الله، العلاقة بين الله وبين عباده النور فقط، أما ذات الله أبدا، ذات الله لا تعرف ولا تعلم أبدا، ولكن العلاقة بين الله وبين الخلق النور. في الحديث إن الله خلق الخلق في ظلمة، أو خلق خلقه في ظلمة، ثم ألقى عليهم من نوره. إذن النور العلاقة الأساسية بين الذات الإلهية وبين الخلق، هذا فيه ما فيه. إذن النور النور النور. انظر أنت إذا وجهت المصباح اليدوية إلى داخل الكنيف، يعني المرحاض داخل الكنيف، المصباح ترسو إلى داخل الكنيف، أنت ترى الضوء سيقع على البراز، تراه يضوء ولكن لا يختلط به، أنت ترفعه وتوجه إلى أنفك، لا تسمع لا تحس براهية، وتفتح فمك وتوجه، ليس في ضرر. لماذا؟ مع أن الضوء وقع على البراز، لماذا لم يختلط؟ لماذا؟ لماذا لم يختلط؟ أنت إذا جعلت المثال هو المداد، كما يفعل البادو، المداد إذا وضعته في البراز يختلط به. أفضل المثال، أفضل الأمثلة على الإطلاق النور لا المداد. الله نفسه هو ضرب المثل بالنور لا بغيره، يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره، لم يقل مثل ذاته، انتبهوا، المثال مثل نوره، المثال كله للنور لا للذات الإلهية، لكن النور هو الله، لكن ليس هو ذات الله. النور هو الله وليس هو ذات الله، كما أن النور الظاهر في المرآة هو النور ولكن ليس هو ذات النور. أنت إذا أوقفت مرآة هنا كله هذا الضوء سيظهر في كل مرآة،
إذن هذا الضوء الذي مرآته هو هذا الضوء أم لا؟ نعم هو هذا الضوء، ولكن في الحقيقة ليس هو الضوء هذا الضوء، لأن هذا الضوء واحد فقط. أما الضوء الموجود في المرايا أضواء كثيرة، يعني هو هناك فرق بين كلمة الله وبين ذات الله، هناك فرق بين كلمة الله وبين ذات الله. ولذلك نقول النور نور الله هو الله، ولكن لا نقول هو ذات الله، فلننتبه. وكذلك الصفات كلها الرحمة يا حي يا قيوم برحمتك، لم يقل بالرحمن، توسل بالرحمة لا بالاسم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الرحمة الرحمن الصفة هي الله، لكن هي ليست هي ذات الله. كما أنت ترى إنسان في تلفزيون، الذي في التلفزيون هو أنت، لكن في الحقيقة ليس هو أنت. الذي في التلفزيون ليس هو ذاتك، ولكن الذي في التلفزيون هو أنت. لكن الذي في التلفزيون ليس هو ذات أنت، ليس هو ذاتك، لكن أنت الذي في التلفزيون. الناس يقولون البارحة رأينا شيخا في التلفزيون، أهل بمكو وأهل سيغاسو وأهل توبا هنا، كلهم يقولون رأيناك، هم صدقوا ولكن لم يصدقوا، رأوك لكن لم يروا ذاتك. إذن النور هو الله، الصفات هي الله، ولكن ليست هي ذات الله. أظن واضح؟ هذا واضح. إذن التصوف يعتمد على معرفة. أنت تعبد الله، ماذا تعرف في الله؟ أتظن أن هذا الوجه وجه الله كمثل هذا؟ هذا كفر. لا لا، من ظن أن وجه الله كوجه الإنسان فهو قد كفر. لماذا؟ لأنه مثل. إذا أهم شيء في التصوف معرفة الله، من هو الله؟ هل الله نور؟ ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ أتظن أنه جالس على الكرسي؟ هذا نعوذ بالله مصيبة. إذا لابد أن نعرف الله. إذا قيل كل شيء هالك إلا وجهه، كيف تفسر هذا؟ من قال لله وجه مثل وجهي؟ إذن هذا يعني أن وجه الله هو الذي يسلم من الهلاك، لكن له يد، بل يداه مبسوطة ثاني. إذن اليد تكون هالكة؟ أنت قلت لا، كل شيء هالك إلا وجهه، له يد. لماذا لم تقول كل شيء هالك إلا وجهه ويده؟ إذن ليس لله يد كأيدينا. وجه الله هنا يقول العلماء له تفسيران فقط، كل شيء هالك إلا ذات الله، أو كل شيء هالك إلا الله، انتهى. معنى كل شيء هالك إلا وجهه، المذكور هو الوجه، ولكن التفسير هو الذات أو الله. تقول كل شيء هالك إلا الله، أو كل شيء هالك إلا ذات الله، انتهى. وافقنا الله. إذن هذا هو التصوف. التصوف يركز على ثلاثة أمور. أنت الذي تعبد الله لابد أن تعرف الصفات التي يجب أن تتوفر فيك وأن تتصف بها. هذه الصفات نسميها صفات العبودية، صفات العبودية الناقصة المتدنسة. تعترف بذنوبك أمام الله. حتى يونس إنما يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني ألا ترى. تعترف بعيوبك أمام الله، وتعطي الجلال والكمال والعظمة كلها لله بين يدي الله. التصوف يبتلي يعتمد على أن تعرف نفسك والصفات التي يجب أن تتصف بها أولا، ثم أن تعرف الله، من هو الله. إذا سألك أولادك في البيت من هو الله، تقول لهم الله كذا. هل تستطيع أن تمكث ولو خمس دقائق تتكلم على الله؟ فإن أجلس ذلك لا تعرف الله. الأحسن أن تمكث ساعة كاملة تذكر الله لأولادك، الله كذا وكذا، هذه صفاته، الله متصف بكذا، أيوة لا يتصف بأضدادها، الله كذا. لا بد أن تعرف الله بما وصف به نفسه في كتابه. مثلا في سورة الفاتحة وصف نفسه بالله الرحمن الرحيم رب العالمين ملك يوم الدين. وفي سورة قل هو الله وصف نفسه يقول هو، ألا ترى الله أحد الله الصمد. لماذا الله مرتين؟ هو الله أحد
الله صمد. لماذا مرة ثانية؟ لابد أن نعرف كل هذا. إذن في سورة أقول في آية الكرسي يصف نفسه بأربع صفات أو خمس صفات. خمس صفات: الله هذا اسمه، لا إله إلا هو الحي صفات، القيوم. ما معنى كل ذلك؟ لابد أن تعرف معنى هذه الأمور. الله يصف نفسه لنا: إن كنتم لا تعرفونني يا عبادي فاستمعوا إلي لأصف نفسي لكم. في آية الكرسي: أصف نفسي لكم يا عبادي. في الفاتحة: ذكرت لكم نفسي، وصفت نفسي لهم. في لو أنزلنا: وصفت نفسي بما هو أكثر من 15 صفة. في سورة لو أنزلنا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ما معنى هذا؟ الله يريد أن يخبرنا: إن كنتم لا تعرفونني فاستمعوا إلي، أنا أتكلم على نفسي وأصف نفسي بصفات. هي هذه الصفات. لابد أن تعرف معنى كل واحد. نحن نقول الله حي كحياتنا، لا لا لا، الحي معناه الحياة الإلهية التي تخالف حياة غيره. نحن حياتنا تعتمد على الروح، الله حياته أولية أزلية لا تعتمد على الروح، وحياة الله أبدية لا تنتهي. نحن حياتنا تنتهي، نحن حياتنا مبدوء لها بداية وتنتهي وتعتمد على الروح، أما حياة الله فلا بداية لها هو الأول ولا نهاية لها هو الآخر إلى آخره. هذا هو الثاني الصف الثالث: أن تعرف نفسك وتعرف ربك وتعرف الوسيلة. الوسيلة، ما هي الوسيلة التي تتخذها لتوصلك إلى الله؟ أعظم هذه الوسائل على الإطلاق كل أعظمها كلا اسم الله. تمسك باسم الله، اسم الله لا يوصلك إلا إلى الله. ولذلك كل سورة في القرآن: بسم الله بسم الله بسم الله، لم يقل بالله، لا، لا تتوجه إلى الله إلا عن طريق اسمه. أنت تتمسك بالاسم ليوصلك الاسم إلى المسمى، وتتمسك بالصفات لتوصلك الصفات إلى الموصوف. الصفات الموصوف، الاسم المسمى. ترى اسم، الاسم هو الله، لكن هو ليس، هو ليس ذات الله. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن الاسم هو الله؟ أن الله ترى يقول: سبح اسم ربك. التسبيح لا يكون إلا لله. لم يقول سبح الله، سبح اسم ربك. التسبيح لا يكون إلا لله. هذا الدليل في القرآن. إذن يجب علينا أن نعرف الوسيلة. الله يقول: وابتغوا إليه الوسيلة. ثلاثة أمور: أنت العابد، ما هي صفاتك؟ الذي تعبده، ما هو صفاته؟ ما هي صفاته؟ الوسيلة التي تتخذها إلى الله، ما هي؟ كم الوسائل؟ المسائل كثيرة: أسماء الله، صفات الله، كلمات الله، أفعال الله. من أسماء الله، أيوة، الله أعظمها الله، الرحمن، رب العالمين، يا وسيلة إلى الله، ألا ترى؟ وهناك أيوة صفات الله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة فيها وسيلة سريعة. هذه الكلمة أخرجت يونس من بطن الحوت ومن الحبس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن هناك التهليل والتسبيح، لكن الله لم يقل فلولا أن كان من المسبحين، لم يقل ولو فلولا أن كان من المهللين، هو قال لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت، هذا هو التوحيد. لكن الله لم يقل هذا، قال فلولا أن كان من المسبحين للبث ببطنه إلى يوم القيامة. إذن التسبيح سر الله، الإنسان في حاجة إلى التسبيح دائما. وذلك نحن نقول سبحان الله وبحمده أرد خلقه ورضانا إلى آخره. إذن هذا الوسائل. ثم أفعال الله، هكذا الشيخ أحمد بامبا نظن ربا أتباعه، لأنه تمسك بشيئين: الشريعة والحقيقة، جمع بينهما في كتبه، أكد على كل أتباعه أن لا يهمل الشريعة ويقتصر على الحقيقة. لا بد من الجمع بين الشريعة والحقيقة، لأن الشريعة هي التي توصلك إلى الحقيقة. لن تصل إلى الحقيقة أبدا إلا عن طريق الشريعة. صلى الله على محمد. ما شاء الله.
الجامعه. ايوه نحن في نحن ضيوف تابعون لكم في وفي خدمتكم. أعمال المحاضرات الرمضانية من مؤلفات الشيخ الخليل مجموعة سيد باغي كتاب النجوم جميل. وهي مستملة على 171 قصيدة من محور مختلف. في الثناء على الله تعالى وشكره والتحدث بنعمته. نعم سي الله. هي مستملة على 209 وعلى 209 قصيدة. الله أكبر. وترص بالآية القرآنية. 209. لكن أرى هنا ثلاثة واثنين. الأول. سيدي لامون السؤال الأول. هوش. أنت دور قاعد تهين السؤال الأول. فهذه قصة هي عن حياة الشيخ نعم. جميل جميل هذا. في هذا أبيات للمشائخ وفيها أبيات للشيخ أحمد بامبا. أبيات فيها التعبير بالحروف. يقول أشير معجمات والكاف والراء بالراء والباء وهو الياء والراء. أنا شرعت هذا يعني رب بر. يقول كافي ولامي لا كافي ولامي به أعطيته ألفا اللام من بعده واللام والهاء. أنا شرعت هذا كل أعطيته لله. أعطيت كل لله. انظر كما قال في البيت أعطيت كل لله. يقول عينا وباء وعينا وباء ودالا لا يزال له خاء ودالا وميما قبله ياء. أنا شرعت هذا عبد خديم له أي لله. أنا معكم هنا ويمكن جسمي في مالي أنا قلبي هنا. إذن هذه بعض الهدايا أذكارنا الحزب الدائم بالفرنسية ولا هذا؟ هذا يتعلق على حياتي فقط. هذا إذا فيما يتعلق بحياتي. هذا فيه أدعية كثيرة جدا كما أعطيتم أدعية الشيخ وأنا أيضا عندي أدعية لكم. شكرا لكم. أدعية وأذكار. هذا فيه صلوات على النبي التي ألفتها. صلواته. ملاحظة هذا الرد على هؤلاء أعطيكم أم لا؟ رد على هؤلاء الذين يقولون صوفيا حرام ومشرك يا أخي أعطيكم؟ نعم. Jogo, jogo, bele, bele, vai, flanga, foi a
كفار.